جامعة محمد الأول تعززت بخلق مؤسسة أخرى جديدة سنة 2021 اللي هي المدرسة العليا للتربية والتكوين. وهذه المدرسة اليوم فهي تنظم أبوابها المفتوحة تحت شعار لأن التدريس أكثر من مهنة فهو أساس المستقبل. فهذه الأبواب المفتوحة فهي جد مهمة بحيث أن سيتم استقبال التلاميذ أو أولياء التلاميذ أو من يريد الولوج لهذه المدرسة، وذلك لشرح كل ما يتعلق بالمدرسة العليا للتربية والتكوين من مساليك، من مدة الدراسة، وكذلك شروط الانتقاء أو شروط الولوج لهذه المدرسة. ونحن كرئاسة جامعة محمد الأول فيعني ندعم التكوين أو التكوينات داخل هذه المدرسة، وإن شاء الله فهناك مشروع بقيمة 50 مليون ديال الدرهم لبناء هذه المدرسة، فهو الآن في طور الإنجاز، ومدة الإنجاز فهي 16 شهرا. هذه المؤسسة تقدم سلكين، سلك للإجازة في التربية وسلك كذلك للماستر في ديداكتيك والتربية، وهي مؤسسة تسهر على تكوين مهني التربية والتكوين المستقبليين الذين بإمكانهم ولوج المراكز التربوية وكذلك ولوج التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. تقدم هذه المؤسسة خدمات جليلة للشباب المهتمين بهذه المهنة بحيث فتحت أبوابها هذه مدة سنتين وهذه السنة الثالثة. السنة المقبلة إن شاء الله ستعرف المؤسسة دفعتها الأولى. هذه المسالك وهذه التخصصات يتهيأ فيها الطلبة للولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، اعتبار أن المؤسسة هي مؤسسة جامعية وتحضر الطلبة الجامعيين لولوج هذه المهنة من خلال مراكز التربية والتكوين. هذه السنة ستستقبل المؤسسة ما يزيد عن 1000 طالب. هذه الأيام المفتوحة هي في نسختها الأولى، نسعى من خلالها إلى جذب العديد من الطلبة الحاصلين على البكالوريا لهذه السنة أو السنة الفارطة ليتمكنوا من ولوج مهنة التدريس في المستقبل. هذه الأيام موجهة كذلك للطلبة الذين بإمكانهم الولوج إلى المؤسسة انطلاقا من السنة الثانية وانطلاقا من السنة الثالثة كذلك عبر الباسريل. وهذه الأيام كذلك ستعمل على إعطاء دفعة وإعطاء مكانة التي تستحقها المؤسسة داخل المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الأول. قربتني لكل بزاف من الميتية ديال الأستاذ. هذه شحال فاش كنت كنقرا ولا كان كيبان بلي انه استاذ ما عندوش زعما شي خدمه ولا اما دابا سورتو مع لي زاكسيون ادوكاتيف اللي كنديروا ولي ستاج فريمون عرفنا بانه المدرسه ولا الليسي ولا الكوليج كتخدم فيهم زعما بزاف ديال زعما فيهم بزاف ديال المهام وبزاف ديال الخدمه اللي كدار ديغيغ وحنايا ما كنشوفوهمش ما كنشوفوها زعما ما كتبانش. بالنسبه ليكول ديالنا ولا كاع جميع مدارس التربيه والتكوين اللي كاينه في المغرب رحنا نديروا واحد لي زاكسيون ادوكاتيف في المدارس ولا المؤسسات العموميه باش كنكتسبوا الخبره باش اننا زعما من بعد نقدروا نزاولوا المهنه ديال البروفيسور. عندنا عمل مع الاستاذ، عمل مع التلميذ، عمل في الاداره، وعمل في الحياه المدرسيه ديال الطالب.